في هذه اللحظات وصول موكب سمو أمير البلاد وفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى جامعة الكويت في منطقة الشويخة، حيث يتشرف الجميع اليوم برعاية سموه الكريمة لحفل الخريجين المتفوقين. يصل أيها الأخوة والأخوات في هذه اللحظات إلى مسرح المغفور له الشيخ عبد الله الجابر الصباح سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وفي مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي ومدير جامعة الكويت الدكتور حسين أحمد الأنصاري وكبار المسؤولين في الجامعة. إن رعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لأبنائه لهي دلالة عما يكنه قلبه الكبير من حب لأبناء هذا الوطن وحرصه على مستقبلهم، كما أنه حافز كبير لهم على التمسك بروح الأسرة الواحدة والتفاني في خدمة الوطن.